صلاح، تصريحات وزير الدفاع الروسي سيرغي شيغو جاءت أثناء عرضه لتقرير شهري أمام القادة العسكريين في وزارة الدفاع الروسية. خلال هذه التصريحات أكد شيغو بأن روسيا تقوم باختبار أنظمة صواريخ جديدة وأسلحة متطورة خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. اقترح شيغو أيضا اختبار المزيد من الأسلحة المتطورة، خاصة فيما يتعلق باختبار طائرات المسيرة وأنظمة صواريخ عالية الدقة، بالإضافة إلى أنواع جديدة من المدفعية. هذه التصريحات في الواقع قرأ فيها الخبراء بأنها تحمل رسائل موجهة للعالم الغربي، خاصة وأنها تزامنت مع إعلان حلف شمال الأطلسي والبنتاغون إمكانية تزويد القوات الأوكرانية بأسلحة متطورة بما فيها أنظمة دفاع جوي من طراز باتريوت. بعض الخبراء قرأوا في تصريحات شيغو بأنها تحمل نوع من التحذير للقوى الغربية بأن روسيا مستعدة في أي لحظة للانتقال بهذه العملية العسكرية إلى مستوى آخر تستعمل فيه بعض الأسلحة المتطورة، على الرغم من أن وزارة الدفاع الروسية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكثير من المناسبات أكدوا بأن الجيش الروسي يستعمل تقنيات حديثة وأسلحة متطورة خلال العملية العسكرية، بما فيها الصواريخ الفرد صوتية من طراز كينجل أو الطائرات الحربية من الجيل الخامس من طراز سو 57. لكن أيضا هناك بعض التصريحات التي صدرت في وقت سابق من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي أكد من خلالها بأن الجيش الروسي حتى هذه اللحظات لم يبدأ بشكل جدي في نشاطه العسكري في أوكرانيا. هذه التصريحات أيضا قرأ فيها الكثير من الخبراء بأن الجانب الروسي يخبئ الكثير من المفاجآت فيما يخص نحن الأعداد بصدد العسكري ربما الذي يمكن أن تستعمله روسيا إلى مرحلة أخرى من هذه العملية العسكرية الروسية بحسب ما يراه المراقبون. يوسف، بالفعل صلاح، ربما نحن أمام مرحلة جديدة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. هذه المرحلة بحسب الكثير من الخبراء واستنادا لتصريحات وزير الدفاع الروسي سيرغي شيغو، ربما ستستعمل فيها روسيا أسلحتها المتطورة، خاصة فيما يتعلق بالصواريخ الفرد صوتية وسلاح الجو الروسي المدعوم بطائرات الجيل الخامس، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة التي أثبتت نجاعتها في الكثير من النشاطات العسكرية التي قامت بها روسيا في الأراضي الأوكرانية، التي وصفتها وزارة الدفاع الروسية بأنها وجهت من خلالها ضربات عالية الدقة استهدفت القيادة العسكرية لأوكرانيا ومراكز توليد الطاقة. على العموم، هذه التصريحات من وزير الدفاع الروسية يقرأ فيها الكثير من الخبراء بأنها تحمل تأكيد بأن روسيا تمتلك الكثير من القدرات العسكرية، وفيها الكثير أيضا من الرسائل التحذيرية الموجهة بدرجة أولى لحلف شمال الأطلسي والبنتاغون.